ميكروفون أنوان. مرحبا بكم متتبعي قناة الجزائر أنوان أينما كنتم في هذا العدد الجديد من برنامجكم ميكروفون أنوان. اليوم نزلنا لشارع الباتني باش نشوفوا واش هي العادات السيئة للشعب الجزائري خلال شهر رمضان الكريم. تفاصيل أكثر تابعوا معنا ميكروفون أنوان. في رأيك واش هي العادات السلبية للشعب الجزائري خلال الشهر الفضيل؟ شوف من أهم الأسباب عفوا من أهم العادات المكتسبة اللي السلبية في شهر رمضان اللي راهي اكتسبها المواطن الجزائري على سبيل المثال كان ما يسمى بالخمول أو الكسل أو النوم الطويل. هذا مما يؤدي إلى أن الإنسان ما يكونش في حالته الطبيعية، لازم يكون عنده نوم، يكون نوم عادي، لكن هذيك الساعات الزائدة هذيك مما تؤدي إلى إفرازات الإنسان أنه يكون في الحالة المعنوية غير طبيعية. على سبيل المثال يتقلق بدون سبب، تكون عنده خشونة في الآخر، والملاحظ أنه الساعات قبل أذان المغرب قبل الأذان نشوفه أنه المواطن يتقلق على سبيل المثال على حاجة بسيطة مثل على جلد رغيف أو على جلد الزلابية أو على جلد ما يسمى بالحلويات التقليدية، وهذه من الأمور اللي تأثر سلبا على المواطن. على ما أظن أنه الخمول والكسل أو النوم الطويل هو اللي يجعل المواطن يفرز هذه العادات السلبية. بداية رمضان كريم لكل ساكن تباتنا ولكل الشعب الجزائري. حقيقة بخصوص شهر رمضان المعظم هو شهر للعبادة والغفران، لكن أحيانا هناك من يستغله لأمور أخرى، من بين العادات لربما سيئة هي التبذير. وهنا نوجه نداء لكافة الشعب الجزائري أن يبتعدوا عن هذه العادة السيئة وأن يحاولوا قدر المستطاع أن لا يبذروا وأن يستغلوا أن يستهلكوا ما يرونه مناسبا فقط. هذا عادة أولى. العادة أخرى أيضا هي أنه هناك للأسف الشديد أيضا بعض الناس وبعض الشباب الذين يستغلونه لمعظم الوقت لربما للنوم والاستيقاظ في فترة متأخرة من النهار. وكما نعرف أن شهر رمضان هو شهر الرحمة وشهر المغفرة وشهر العتق من النيران، وبالتالي كنداء أن يستغلوا هذا الشهر لما هو خير وأن يبادروا الأعمال الحسنة والأعمال الخير. ورمضان كريم مرة أخرى لكل الشعب الجزائري. ميكروفون أنوان. من العادات السيئة هناك كثير من العادات الحسنة والطيبة، ولكن هناك كذلك بعض العادات يعني ماش غالبية يعني الناس، ولكن هناك بعض الظواهر نتمنى أن يعني أن تزول خلال هذا الشهر الفضيل، شهر الرحمة وشهر أهمها النرفزة. النرفزة خلال شهر الفضيل وأصبحت وكأنها لاصقة يعني بهذه العبادة، عبادة الصيام، فقال يعني يقولوا خليه راهو صايم. هذه بالعكس، الإنسان الصائم يكون وقور ويكون هادئ والصيام جنة. هذه يعني من العادات اللي ممكن نتمنى أن تزول في خلال شهر رمضان. كذلك هناك كذلك عادة وهي كذلك المفروض أنها تزول، هي خاصة عادة يعني عادة سيئة كثيرا، لا وهي بعد يعني عادة النرفزة عادة كذلك التبذير. فكثير يعني كثيرا يعني تلاحظ يعني أمام كثير من البيوت يعني مظاهر لا يفترض أن تكون يعني، وإحنا تعلمنا أنه النعمة الإنسان ما يرميهاش سواء كانت خبز أو كان شيء آخر. هذه يعني ظاهرة سيئة، وكأنه التبذير مربوط بهذا الشهر الفضيل. لا، لما تمر أمام في أي حي ولا في مثلا أمام بعض البيوت يعني ربما تستغفر الله سبحانه وتعالى يقول يعني لي. فيعني هذا العادتين، عادة النرفزة خلال شهر صيام وعادة التبذير، نتمنى أن تزول من يعني من المجتمع، خاصة هذا المجتمع الجزائري المحافظ المتماسك بتقاليده وقيمه الدينية رمضان. ما هي أهم العادات السيئة للشعب الجزائري خلال الشهر الفضيل؟
أهم العادات السيئة في شهر رمضان هم التبذير. وعندنا الشاب الجزائري تاعنا يسخف في النهار كامل، هو نجيب كذا منا بيتزا ومورات، اما يلحق الفطور ياكل زوج حوايج والباقي كل يطيش. هذه الاولى التبذير. الثانيه الشيف تاعنا عندنا واحد لي كاتيجوري ما يصومش، كيفاه ما يصومش؟ نهار بكل واصايم يصبح راقد اون بليس ما يصليش صيام، وش هو صيام وعباده وزكاه. اما الشيف الجزائري تاعنا صيام يشوف فيه ماكله فقط، وعنده السخفه بزاف والتبذير ما نحكيوش عليه. وبزياده انه عندنا شعب كاتيجوري ينوض لك 4 نهار بكل هو راقد، ينوض مع العشوه يتقلق بزاف، يروح يحوس على المشاكل، يحوس باش يتخاض مع الناس. والكلمه المعروفه عندنا شعب جزائر روح خطيني راني مرمضن. وفي النهايه واش راح نقول لكم؟ رمضان كريم على الجميع، ونتمنى انه التبذير هذا ما يكونش، ونشوفوا الاخوان الفلسطينيين راهم كيف مجاعه ان شاء الله، واللي راح نديروا حنايا واللي راح نسخفوه واللي راح نتفكروا به خاوتنا في غزه ان شاء الله ربي ينصرهم ان شاء الله. ورمضان كريم على الجميع. اول حاجه شهر رمضان هو شهر العباده، ان شاء الله نتقربوا به من ربي سبحانه، شهر كي نصوموه كما نقولوا على كار، ونتقرب من ربي سبحانه بصدقات وبصلاة، ونختم القرآن يغفر لنا ربي ذنوبنا ويسهل لنا ربي في حياتنا. يا دوكا كي راني نحكي هكا نبان شغل، انا مانيش ندير في العادات السيئة هذيك، هي نحاول بإذن الله نحيهم. كان لي باغ إكزومبل تلقاه ما عباليش انا الناس اللي ترقد بزاف كما حكيت الرقاد هذي بالك راه حكيت رمضان في الصيف تسمى، كاين الناس اللي تقلق رمضان بالعكس يخليك تسونترو يروبوزي الكور تاعك تكون بيان، نورمال ما تخلقش من الناس ولا فرصة كذلك نو دخينين أولهم أنا بإذن الله. نويت رمضان هذا إن شاء الله نتوقف عن التدخين. كاينة حاجة واحدة أخرى هي التبذير ثاني تاع الأكل. كاين الإنسان كيما نقولوا بالعامية تاعنا كي يخرج لبرا ولا الأسواق خرف عليه رمضان المرشي يولي يشري برك، ومن بعد الحوايج هاك ما ياكلهمش يطيشهم. وما الناس كاين الناس ما تقدرش تاكل صح يعني تجربة في الميدان هذا، كاين الناس ما تقدرش تاكل. الإنسان يولي يقوم نفسه ما يخليش نفسه تغلبه ويروح يشري حوايج بالدرهم. مشاهدينا الكرام هكذا كان رأي الشعب الباطني حول العادات السيئة للشعب الجزائري خلال الشهر الفضيل. نلتقي بكم في عدد جديد، صح فطوركم. ميكروفون انوان